السلام عليكم الاخوات، كي دايرين؟ بخير، كي صبحتوا؟ كلشي لاباس؟ ايوا الحمد لله. اليوم غنقدم لكم واحد الاكله ديال الطنجيه، غتصاوبها الاخت ديالي، هي اللي غادي تصاوبها، هي اللي غتقدم لكم ان شاء الله. الله يسخر الجميع، بسم الله. السلام عليكم الاخوات، اليوم غنديروا الطنجيه المراكشيه، ولكن الطنجيه في الكوكوط، ماشي الطنجيه ديال اللي كيديروا مراكش في ديك القله. كنحتاجوا للحم مخلي، انا هادشي اللي كاين عندي، ما هي كتجي في الملوجه صراحه. وكنحتاجوا انا كندير فيها سكينجبير، هي غالبا ما كيديروش فيها سكينجبير، انا كتعجبني سكينجبير في الماكله، شويه القرفه والكمون، هي كتبغي كمون كتير، تقريبا معلقه كبيره ديال الكمون، و حتى 6 حتى 7 دروس ديال الثومه، والحامض مصير، نص كاس الزيت، كاس ديال الماء، ومعلقه كبيره ديال السمن. السمن من هنا تيزيد، راه ما تيستعملوش السمن، ما تيعجبهمش، حنا صحاب كازا السمن ضروري، وهي كيزينها السمن. هي سهله مهله، حتى لا جا عندك شي حد على خفل دغيا كديرها، لا عندك اللحم دغيا كتوجديها. كنهزو السمن، كنديروه، كنخوي ديك معلقه سكينجبير، داك شويه ديال القرفه، غير شويه باش تعطي ديك النسمه، معلقه ديال الكمون، حامض مصير تقريبا حامضه، كنقطع طريفات صغار. كتلاحظوا راه ما درتش الملحه، كاين اللي كيدير شويه ديال الملحه، ولكن حيت الحامض كي درتي الملحه غتجيك حامضه، غتجيك مالحه. نخوي داك نص كاس زيت العود، كندير داك كاس الماء، كنرمي دوك ريوس الثومه هكاك لان كيذوبو مع الطياب. هي تقريبا كدي من ساعه لساعه الا ربع، ولكن البوطه مهيله. نسدو الكوكوط، نخليو حتى تصفر واحد جوج صفيرات، عاد نحرك الكوكوط باش ديك اللي قامت تدخل مع بعضياتها، وملي تحلي قلبي، لقيتي باقي خاصو شويه ديال الطياب زيديه. مي هو غالبا من ساعه حتى من ساعه حتى لساعه الا ربع كنحرك هكا، وعاوتاني ملي كتصفر كنعاود نحرك بحال هكا باش ندمج ديك اليقامه. ومن بعد غندير لكم عصير يتمشى مع حيت هاد الطنجيه كتقهم. غندير عصير الحامض والسكنجبير والنعناع، احسن من الموناضه، والله ما عصير ديال الطاح احسن من الموناضه. العصير ديال الحامض كنحتاجو ايطرو د الماء في حامضه كتكون ثلجه، كتكون ديجا كاينه في الفريكو، كنقطعها اطراف، كنخليها بالجلوف ديالها، كنحيد غير داك العظم باش ما يعطينيش المروريه، وكندير فواحد الطريقه ثلاثه طيفات ديال السكينجبير طري خضر زعما، ما نديرش بزاف باش ما يحرروش. وكندير النعناع، النعناع تقريبا راه قد ما كان النعناع قد ما كيكون فخيش كيجي زوين، انا كندير النعناع بزاف صراحه، كل واحد كيدير على حساب اللي بغا، تقريبا جوج عروشه ولا ثلاثه، كيكون مغسول وكننقي، كنحيد غير داك العرش، كندير غير الوريقات بوحدهم، ندير غير الوريقات، وكندير يطرد الماء، كنجبدو هو الثلاجه. السكر ما غنديروش انا دابا، حيت كاين عندنا اللي كيشرب السكر، كاين اللي ما كيشربوش، حتى كنطحن وكنصفيه وكنحيد الناس اللي ما بغاوش السكر، وكندير اللي بغى يشرب السكر. السكر كل واحد كيدير على حساب اللي بغى، دابا الناس ما بقاوش كيشربوا السكر بزاف، كاين اللي حيدو كاع من الاحسن. هي دابا ملي دازت تقريبا 40 دقيقه طفيت عليها، خلاص لقيت الحيمه طابت، الحيمه زعما طابت، خليتها غير شويه تكح، غير واحد شويه، فهمتي؟ الريحه غزاله تبارك الله، والمذاق حتى هو ان شاء الله زوين. وصراحه راه كتجي غنمشي ضروري يكون عندك اللحم، راه كتجي في الدجاج، كتجي في الفخيطه ديال بيبي، كتجي ما تفرقيش بينها وبين اللحم، ما بين هذوك الفخيطه بيبي الا درتي زعما نفس الطريقه راه كيجي كتجي بحال دير اللحم، يعني تقدري ديري نفس سميتو في اللحم ولا في الدجاج ولا في الفخيطه بيبي. ويلا بالصحه والراحه، تنبغيو نحطوها ان شاء الله، ندير لكم التقديم النهائي. ها هو دابا العصير منين تصفى صراحه كيجي زوين، وكتبغي تقدري تزيد عليه شحال من حاجه، تقدري تزيد عليه تفاحه، تزيد عليه بنان، تزيد عليه اي ديسير عندك بغيتيه كيعجبك، وحتى هكا كيجي زوين وكيجي فغيش، وملي كتاكل شي حاجه كيهضم، شي حاجه كتكون ثقيله كيهضم. بالصحه والراحه. احنا رجعنا لكم الاخوات، نديروا سلطه تونسيه، كنحتاجوا جوج مطيشات بالصلاه، حامضه، الخيار، هذه الفلفله حاره،
الكبار والمعدنوس والملحة. هذا الشيء اللي كنحتاجو في السلطة التونسية. وهذا الكبار موجود كيتباع في المغرب في السوبر مارشيات كيتباع ديال تونس. ايوا غنبداو عليها. دابا بسم الله نقطعو مطيشة حيت حيت جلدتها رقيق. نقطعو مطيشة، نقطعو الخيارة، البصلة، نشلدوها، كلشي هادشي كيتقطع رقيق. الفحارة تاهي رقيقة. شي هادشي سلطة ساهلة ولكن كتجي واه مع حارة. هي ما دير ما كيديروش الخل، كيديرو الحامض، الحامض و الملحة والزيت. السلام عليكم. دابا من بعد ما طيبتها في الكوكوط درتها في الطنجيه وهزيناها وجينا للفيرم هنا عند الوالد ناكلوها في الطبيعه، غتكون احسن. ها هي الطنجيه ديالنا ملي كملات، هي بالصحه والراحه. هي راه كما قلت لكم طابت في الكوكوط، غير قلبناها في هذيك سميتو. ها وريتكم كيف ما كيف درتها في الكوكوط. وهذه سلطة تونسية، فمطيشة، بصلة، الخيار، الكبار. بصحتكم وراحتكم، هالطبيعة الله يرحمنا بشي شتيوة إن شاء الله باش تخضر الدنيا أكثر. هذا الرمان ديال الفيرما ناكلوه، هاهو غزال تبارك الله وصلى على النبي، هاهو من الشجرة جبناه ناكلوه.